صراحة من وقت ما طلبت مني نطلع لوقت ما اجيت وانا ماني مصدقة انه رح نلتقي. ليش؟ مبين علي ما بوفي بالوعد؟ لا مو هيك الفكرة، هي يعني انا قصدي بحسك انه ما عندك اي وقت بحياتك المعجوقة لإلي، هذا قصدي. بس انا حياتي بلشت تتغير وهلا صار فيني خصص وقت إلي وإلك. عن جد هذا أحلى خبر بسمعه بحياتي. الحق معك، حلو هالخبر. طيب ما كان بدي أسألك هالسؤال بس ما عاد أقدر. نحنا هلا نعتبر مرتبطين يعني؟ توقعت هذا السؤال. يعني لازم نسمي علاقتنا هلا؟ لا مو ضروري، مو قصة لازم، بس أنا ما بعرف ليش سألتك. ما بعرف، حابب أتدلل عليكي شوي، ما رح قلك إياها بهالسرعة. شو هالغلاظة؟ كسرتي قلبي من قبل، بدي أنتقم. ايه هذا الكسر رح اجبر لك يا اوثق فيني، ما عندي شك بنوب. طيب ماشي، منشوف لك. ايه بتشوف. يا الله، اهلين معلم. مرحبا، شو عم تعمل عمر؟ وينك هلا؟ أنا مع صديقة لإلي معلم، إلي تفضل. بدك إجي؟ إيه تعال بسرعة تعال. الشباب طالعين على الشغل، مشان تطلع معهم. طيب ماشي، جاي فوراً. شو صار؟ كأنك توترت شوي؟ لا، هذا صاحب الشغل، بلشت بشغل جديد، بخبروني وقت بدهن عمال. وقال لي إجي فوراً. لا تقولها. الحساب بعد إذنك. تكرم. حقك علي، أنا بعرف رح يدق لي من شان الشغل، بس ما توقعت بكير. عادي، لا مو مشكلة، بس المرة الجاية بدنا نقعد وقت أطول. طبعا بنقعد وقت أطول، وعد. اتفقنا. شو بدك تعملي؟ ادفع الحساب. الحساب عندي. بس أنا خلص عم قلك عندي. مثل ما بدك. تفضل. شكرا. خلينا نمشي حتى ما أتأخر. تفضل. أستاذ رسول، أنا ماشي إذا ما عاد بدك شي مني. إيه فيكي تروح، يعطيك العافية، الله معك. الله يعافيك. رسول؟ أهلا وسهلا نبهات. أهلين فيك. بتوقع أنك عرفت لحالك ليش فضلت أني أجي بعد ما راحوا كل الموظفين. ما بدي حدا يشوفني ويقله لعاكف أني كنت هون، معلش مو حابة يعرف أني كنت عندك. وأنا هيك رأيي، هيك أحسن. شو بدي أقلك؟ على الأغلب أنه أنا وياك غلطنا، قصدي يمكن نحن الاثنين تسرعنا. كيف يعني؟ ما فهمت. هلأ بين سوزان وعاكف كان في علاقة، مزبوط، ما بنكر كان في، بس هاي العلاقة انتهت من زمان رسول، يعني أكيد هلأ ما في شي بيناتهم. إذا كان هيك ليش عم يلتقوا بالمصيف؟ والله أنا ما بعرف ليش عم يلتقوا، بس حسب الحكي اللي وصلني كانت سوزان يوميتا عم تصرخ على عاكف، يعني الأجواء اللي بيناتهم ما كانت بتدل على أنه هنن حبيبين. ما بعرف نبهات، كنت متوقع سوزان تكون صريحة معي وتحكي لي عن علاقاتها، إنها تخبي عني هيك علاقة. هذا الشيء مو مقبول بالنسبة لي. معلش رسول لا تبالغ، يعني حكيك مو منطقي،
معقول بدها تقعد تحكي علاقاتها الماضية لكل حدا بتتعرف عليه؟ هي مانا مجبورة، هذا ماضي، واضح أنها كرهانة هذا الماضي وحابة تنساه. لو ما صار اللي صار بهداك اليوم كنت ناوي أعرض عليها الزواج. إيه أنت شو عم تقول يا الله؟ رسول اسمعني، نحن تسرعنا بردة فعلنا وخسرنا الأشخاص اللي منحبهم كتير. ما بعرف نبهات، يمكن أنا خزلت سوزان من جديد. برأيي إنك تحاول تحاكيها. معلش حاول، عدوا سوا وأحكوا واعتذر منا طبعا. لشوف أنا شو بدي أعمل. عاكف زعله صعب. Bugün dünden iyi, yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Öyle yine de ışık aramakla geçecek hayat.